السلام عليكم. يوم نروحوا للولاية تاع الشلف، وبالضبط في بلدية داموس دائرة بني حوا. إذن لنقف على الأشغال نتاع المنتجع السياحي، كبير جدا ورائع. الأشغال راهي سايرة به، سوف تكون لدينا صور عن هذا المشروع السياحي بعد نهاية العرض هذا. إذن هذا هو المشروع، هنا شوفوا الموقع تاع المشروع هذا، واللي الجزء هنا عندنا لبنغالو، وهنا في المنطقة الوسطى عندنا فندق تاع 4 نجوم، وكذلك فيه مارينا سوف تنجز في الشمال، يعني هنا مقابل لهذا يعني المنتجع السياحي اللي راه قيد الأشغال. سوف نشاهد صور. إذن وللعلم أنه هذا المشروع اللي يقع في بلدية الداموس بالقرب من وادي الداموس هنا، وعلى على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة يعني بني حوا. إذن نشوف هنا المسافة ما بين إذن المشروع هذا وبني حوا، يبعد حوالي 10 كيلومترات على مدينة بني حوا اللي تقع هنا، نشوف فيها هنايا. إذن أترككم تتابعون الصور نتاع المشروع هذا، والسلام عليكم.